يا رب إلك نرفع صلاتنا بهالأيام الصعبة بهالبحر العالم المليان أمواج وهيجة من حروب من أزمات من ضياء ضيئات. أنت بتقلنا بالإنجيل ما تخافوا سيكون لكم في العالم ضيق، ولكن ثقوا تقووا أنا غلبت العالم. نحن منآمن يا رب إنه مخاض الألم والحزن والصعوبات رح بيتحول إلى مجد. هيك علمتنا إنه طريق الججلة والصليب هي طريق خلاص، طريق الانتصار، طريق القيامة، وإنه حبة الحنطة إذا كانت بالأرض تعطي ثمار كبيرة وكتيرة. ومثل ما بيقول أشعيا النبي: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. هدينا يا رب سبيل الحياة، نحن عايشين حالة انتظار وننتظر بإيمان كبير وبرجاء ما بيخيب، لأنك أنت عنوان المحبة والرحمة، أنت القادر على كل شيء. لا تخزلنا، تعطف علينا وارحمنا، واجعل لنا مع كل تجربة ومع كل صعوبة مخرج. نور الحكام والمسؤولين تيملك سلامك عليهم تيحققوا العدل والسلام. بلسم يا رب جراحاتنا واجعل سلامك بقلوبنا. نحن الرازحين بهالأيام تحت وطأة الأحداث، اسكب بقلبنا العزاء والفرح، زدنا إيمان، عليك توكلنا وعونك رجونا، وانت ما بتخيب رجانا. ونحن منعرف إذا كان الرب معنا فمن علينا. آمين.